من فضلك كنت عايزه اعمل محضر سرقه عفش. تبديد منقولات يا فندم. بص يا ست الكل، ده طلب عمل محضر، حضرتك تاخديه وتروحي بيه مكتب سياده نائب المامور في اخر الطرقه، هتوريه له يقشر لك عليه وترجعي لي تاني. هتسلم الورقة دي للأمين. الأمين اللي اداني الورقة صح؟ أيوة يا فندم. شكرا. اتفضل يا ست فادي، امضي على المحضر. أنا كده عملت لك محضر بجنحة تبديد منقولات، وده رقم المحضر حضرتك هتروحي تتابعي بيه. المفروض ان المحضر بتاعنا دلوقتي هيترفع من هنا على النيابه العامه للاطلاع، وكيل النيابه كده هيقعد يقرا تمعن ويدي له قيد ووصل، تمام؟ وبعدين؟ لا، في حاجه كده قبل بعدين، ممكن النيابه تحفظ التحقيق. يعني ما توديهوش للمحكمه؟ وعشان كده المحامي بتاع حضرتك لازم يتابع برقم المحضر ده لغايه ما تحدد جلسه لحضرتك. ده لو حولته للنيابه. بالظبط، بس المحامي بتاع حضرتك المفروض انه فاهم كل ده كويس. انا ما عنديش محامي. ما عندكيش محامي؟ طب والله يا ست فاتن اللي اقدر اقوله لك ان انت اللي شفتيه مع جوزك ده كوم، واللي انت هتشوفيه مع المحامي بتاعك ده كوم تاني خالص. هاتي صوره البطاقه والقايمه. ما عنديش قايمه. ما عندكيش قايمه؟ قايمه العفش يا ست فاتن. لا معيش. طيب يبقى كل اللي احنا عملناه ده هنقطعه ونرميه في الزباله. حضرتك هتروحي تبتدي من الاول وتعملي المحضر سرقه عفش مش تبديد منقولات، فاهمه؟ نزلت من التوك توك بقى لقيت بقى الامين اللي هو مش امين خلع. بقول لك ايه، تعالي نامي انت والعيال عندي النهارده. أوه. بلاش البهدله دي لغايه ما نعرف نجيب العفش من الزفت طليقك ده. انا مش هسميه طليقك ولا هسميه سيف، من هنا ورايح انا هسميه خنجر. وانا لسه هتعب نفسي عشان اسميه، انا عايزه اسمه اساسا. اه والله العظيم. يلا يا بنات يلا. حرام عليك، العيال ناموا يا اختي. يصحوا يلا يا بنات، اصحوا يلا، اصحوا في البيت اريح والله صدقيني يا ميسون. يلا يا حبايبي، تصبحوا على خير.